السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتواجد خزان هائل من اللاعبين المتربين من أصول جزائرية ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية، بإمكانهم حمل قميص محاربي الصحراء مستقبلا. ومن بين هؤلاء اللاعبين المتربين لاعب ينشط حاليا في الدوري الهولندي، وتحديدا في صفوف نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي، ويتعلق الأمر باللاعب لامين ديابي فاديغا. هذا اللاعب الذي وجه رسالة للاتحادية الجزائرية من خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه الهولندي، أكد من خلالها رغبته الكبيرة في تمثيل محاربي الصحراء مستقبلا، وذلك في حال تلقيه استدعاء من طرف الفار. كما أكد ذات اللاعب خلال تصريحاته بأن أصوله جزائرية من جهة الأم، في حين أن والده من أصول غينية، وهو متعلق كثيرا بالجزائر، خاصة وأن زوجته من أصول جزائرية. وللتذكير كذلك، فإن اللاعب لامين فاديغا من موالي سنة 2001 بفرنسا، طوله 1.88 متر، وهو خريج مدرسة نادي نيس الفرنسي، يلعب في منصب مهاجم، وقد انتقل خلال ميركاتو الصيف الماضي لصفوف نادي بي اس في ايندهوفن الهولندي، وقد شارك خلال الموسم الحالي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل هدفين حتى الآن. وقد سبق لهذا اللاعب تمثيل المنتخب الفرنسي في 3 مناسبات حتى الآن. سلام.